اش قلت لي؟ هذو جوج ديال الخيل، جوج خيل مربوطين وحدهم واحد العوده. جوج خيل مربوطين حداهم عوده؟ اي زي ختهم. وحشاكم حماره تيتم دز على وجه الخيل وهو بدا دايز يدير داك وما يتخيل يتفرقعوا بالضحك. علاش ضحكوا؟ الحمار دايدار ها 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 او الحمار يدور فيهم. قال لهم علاش ضحكتوا؟ قال لي انا ضحكتوا ولا ضحكتوا مالي انا ضحكتوا عليا؟ قال لي ضحكنا كتاك حمار شويه تسوى. وقال لي لك انت حمار انا نسيبكم. او قال لي واش بينا وبينك؟ هذه ختنا دار لها رمود اللي مصوره في البنكة ومصوره فيت. قال لي وراه هذيك راه ختنا. وقال لي سولوا رانا ولد مادحش هما يدوروا العوده. علاش العود كان يديروا كي واحد الراسه؟ قالت لي انا مسلم من مسايلو. انا متلي من متايلو. ايه كما العوراطه قادوني مع ولد مادحش. كل ما العوراطه من ولد مادحش. ريحه الدوار اللي ضمنوا لك وليدك هي اللي كاينه. ضمنوا لك الرباح سيدي، ضمنوا لك واحد الخطا سيدي، هذا حد النهايه. فاش قلت لي الوالد الا كنتي تاكل في الطعام؟ اذا بغيتي راحه كرشك قلل من الطعام. الا بغيتي راحه كرشك قلل من الطعام. اييه. ولا بغيتي راحه عقلك قلل من التخمام. ولا بغيتي راحه نفسك قلل من الكلام، ما تبقاش عدوي بزاف. شد لسانك عندك. اييه. الوالد دوزتي العيالات بزاف قلتي لي. الوالده كانت حاكمه في العيالات. وحاكمه تافيانا. ها تافيانا تافيك انت. وين كنتي ديرو هالمانيره؟ ديرش كضرب البرد عاون. الوالده عندي ملي كانت كتصوت ليا وليدي المرا وهي تعيا ما كانتش كتصوت. عندي واحد الدري وليدي ولا كيحبو. حنا بالكن كنفطرو الله تلاح ليها في صدرها وهي تبعات وتجعل عندها. هذه الوالده. الوالده كشكشت قالت لي حيدي على جدك وجدت الضحيك ابوك. وانا النور عيطت على المراه جيتي امي كشكشت. يمكن قال لي بعض الكلمات قالت له والله ما قايله ليها وتحلف وتسكتها امنا بالله. وقلت لي واش تديري؟ قلت لي اش كاين؟ قلت لي امي راه مولفه بعد ساعتك بغات فيك الخدمه. قري لي هذاك الزلاط وقربي لي البرد عاود وزيد لي الكشينه. جابت لي الزلاط ديال الجبوج والبرد حاشاك ديال الحمار. دازت الكشينه ما بين الكشينه والبيت راه عارف من كاين اللي عارف المحل ديالي وعارف الكشينه ديالي. شديت انا الزلاط بحال اللي يد المذنبه وقلت للمراه كتعرفي امي هي قريبه للمحل. حق اللي نتسناو شفاعته الاولى في البرده والثانيه لما غوتيش راه في جلدك. جاوب انا مزاوبه خالتي حبيبتك تعالي عبق الروح ها نعطي للبرده. المراه تعاورت وانا نعطي للبرده صاحبي هاكي هي البرده. والمراه تعاورت انا مزاوبه عبق الروح خالتي حبيبتك انا مزاوبه. واش البرده دابا اللي تغوت ولا المراه؟ والمراه اللي كتغوت لما غوتتش نعطيها الدق. والبرده خدامه؟ والبرده خدامه حتى تبان ولا كيسير غلل كيسير معمرنا بغلل. امي راه بقات لي برد صاحبي ولا غلاي شجر عاطنا امي كيتحب هذيك العطا اللي كانت صوتنا كنصوتها بالبرد باغي امي باش تبش. بارك محمد ونرد تسلت حتى حيد امي عليها. بارك عليك وليدي الله يرضي عليك الله يرضي عليك. وكون كانت العطا اللي كانت في البرد وكانت في المراك ورحنا بعين علي مؤمن كنا قتلتها جدارميه. ويلي ويلي يا الحبيب وانا معوده هذه القضيه المعوده كلها والله العالي. الله يعز البردة. كيفاش قلتي يا المرأة إلا قالت لك إلا عطاتك العهد؟ عاد بدات جهد كي البحر اللي ما عنده حد وموجه قوية. قالت لي يا المرأة مرضك ما يبرق أنا كوما الولاد أنا نخوي البلاد ونقب وحدي مفراد ونطيب بيديا. هذيكم عيالات الشياطين من هنا قدراه فاطن كيبو كلبات المعاطن مازال يديروا كثر. شو العيالات تاج داروا غدروا الراجل فيه حمار ونادوا حشكون سالوا مزيان يليق بالسحر. لا تخش مسكين لا تخش بنات أخرين. ويتي من المعقول خذ بنت الياسور السنة والمعقول السنة النبوية. وخذ بنت بلادك وخا تكون قد امك وهي تقراها امك والعيشة مشفية. يا قدير الطوغات كلها خلات بالسكرة والزينات مشات في طريق الهوية. خمم نهار تعود في الحفرة مدود اشباير عاها الدود تتفكر شوية. الفقير الغدار دارها يدور وحمار يدور في الدوار صحيح مقو واللي لقاه يدقو. اسمعني نقول ليك والارضاع لك والديك والخير ديما اتيك من كل ناحية. لي غيركش مسخوط ما كسافش القبوط البلاد داير بيه محوط ودعاو البلاو كثيره. تاريك الصاله القمل والغفاله انت مالك فيها الحال رجع لله شي شويه. واحد الراجل عيان مريض مسكين جاتو الحمه هو غيب هو يجي عمته صابتو راه قد مغيب سحبو دخلاتو الموت. زين عاش شداتو هي مدقدقه مسكينه عندها واحد العصا مكي عليها
عشداتهم الكرة وسالت أولا العب تلعب قادر غويا وفاطنا أختي وعب سلام جدي اقرأ لي مسلام عسمعه ويتحرك يا أخويا وضرب والسدرب واحد ندحه عطت شقلبت على عينك فيها قال يا سيري بيدك وعودي ليهم ومسكينة من اللي قرحها خفت الله ورأيت يا ربي يا تعديل لي بالصح وقمصي من اللي قرحها بذلك الردحة هاسي أنا أهديرها بالصح وقمصي قرقر قبيلة قلتي لي سمعتك يقول شحيمة المعز والغلم والجمال والبقر نعم اشنو هي الحمل المزيان ديال هادو والحمل المزيان نعم سيدي دابا هو المعز هو المعز بكري كان هو شو المعز دابا سبحان الله قبل الله دابا قبل الله الدات بكري كانوا يعيفوا الناس كانوا يعيفوا الناس هو من فيش تبل هدية عمرك شي عتروس قدام هدية لا ايه على البقر صافي على الغلم والبقر ودابا الحمد لله العتروس دابا عزنا به الله يليق البدان يليق البدان قرنو اننا نبخرو به المكان قرنو نبخرو به المكان جلدو نديروه للدندان جلدو يليق للدندان مصارنو يليق الكمال الحمد لله ومصارنو يليق الكمال الكمال راك العيوط راه راه ما قلتي عاود لي هذه ديال القرقر شوف سيدي المعز حب الله عزنا به الله قلتي المساله الاولى اللي يليق ليه شني المسألة الأولى لحمو يليق البدن لحمو يليق البدن البدن وقرنو تنبخرو به المكان وقرنو نبخرو به المكان وجلدو تنديروه للدندان طهرق طهرو القنبر وكذا وجلدو يليق للدندان للدندان ومصارنو تنديروه من الكمال ومصارنو يليقوا الكمال نعم سيدي سعطي ايه راك شيخ قارحة وديس ايوه سيدي سبحان الله عز الله قول لي يا قرقر نعم قبيلة قلنا القندريسي السراح كيكونوا كوامانجية مانعين الكوامانجية اللي تطلع ورا الغلم تيجي واعر أقبح كوامانجية في الكمال سعنيت نعم ما نذكروش عليها اللي كيكون سارح اللي بدل اللي ما واش ورا السرحة ما تيجيش طاسح صحيح الصنعة ما يجي صناعي وعلى كدير والغلم تيجي أقبح كومانجي علاش؟ إيوا ورا الغلم معلم ورا الغلم حيت قدامه الغلم وتطيح عدو هذاك هذيك الهواية ديال الخدمة تجي عدو في الراس الدماغ ديالو ما كاين على الغباب نعم كيسمع نعم سيدي الغراف تيعاود يدوي بوحدو الغراف يدوي بوحدو يعود يدوي وحدو غادي بوحدو شلا دابا شلا الكوامانجي دازو من هادشي اي كوامانجي معلم في هاد الحرفه ولا كان ما معلمش الحرفه ما تجيش قاصح والو لا والو والو قبيله قرقر قلتي لي المانيره اللي درتي لديك الشيخه اللي ما اللي قال لك السيد قال لك السيد اللي كنتو عاد معروضين عدو ولا ما تجيبش معاك الشيخ هذا سيدي جيت قال لي توا معايا بسم الله توكلنا الله شويه سولني شكون اللي غادي معاك أصبقت له واحد الشيخة ما تيحملها ما تيقبلها قلت له غادا معايا ميلودة زيد قال لي ميلودة والله لا دخلت الفراق عندي والله لا دخلت الخزانة عندي الخزانة والله لا دخلت عندي والله لا صيحت والله لا صيحت أنا ما وقعت معاه غادي نمشي نقول له ودي سمحي لي تلاقيت معاه لحقت له حطولي تيسبق طوموبيلات شنو سميتو هذا؟ طولي ديال اش هذا؟ ديال الطوموبيلات لا تبيع الطوموبيلات يسبق الطوموبيلات هاكا كزي حلي الطوموبيل دخلتها قلت لها غتشوف تما ربعه فيها الطوموبيل خفت نقول لها ما تشيش خفت تلابق معايا الزرقاء قبالت عباد الله زي رجع حلي الطوموبيل خشيتها بالكوسان الطوموبيل ما عداش الموتور اناري والله ما عدا ورجال علاش محطوط عداد الطولي ولا شنو؟ باش يسبقها هما ركبوا بغا يتسابقوا هما ولا شنو؟ وصار ركبتها هي بوحدها زيد ركبتها سيدي لحقتها هي لحقت المريج بداته سارت شهر رجعت انا ركبنا الطوموبيل المريج ديال الطوموبيل ديال الطوموبيل اش دير؟ بدا تحلق ايوا انا مشيت رجعت ركبنا الطوموبيل مشينا رجعت ورايا للدار سولت مدام قالت لها فين محمد؟ قالت لها مشاو مشات دعتني عند اليمين ولامين بقيت تسنى بيا تا الصباح جاو ويا دقوا عليا الله جيت اش درت يا محمد اللي فالطه ما فالطه كحلت يا جبت له 5000 قلت له 5000 خليناها لا طاحت بغات تدوي قال لا 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 خليوني انا كل ليله في طوموبيل نعطيوني 5000 خليوني ديما في الطوموبيل خاسره وعطوني 5000 وعنقنا ورضينا ضحكوا وصبرتي معاه لا اله الا الله وكيفاش الحفله اللي كنتو مش الخزانه المغنيه اللي مشيتو لذاك الملامه اللي مشيتو ليها
ولقيته المرأة بحقها. هذيك السيدي لقيتنا واحد لخيتنا في المنصورية مولاية العرس، قالتنا مرحبا بكم. هذه اللي كنتي خدامين عندها؟ غادي مش خدامين عندها، ذبيحة. زيد اش تقول؟ مرحبا بكم. زيد؟ ودي قلت لهم المرأة لقيتنا بها الليلة، الله يستر. الله يخرج الليلة. وما لحقنا احنا، ما لحقنا المغرب تبحينا، احنا ما بقيناش نقولوا قوا في الخدمة. هلا ندوروا هات نوض شي فوضى ونجيو. وما عرفتيش القرقر من ناشج. واخي لو كان هي خاطفيناك السم. غيكون سحر. السحر ولا السم ولا الله أعلم. حتى كلكم بحالها. وبحالها وبحالها ولينا بحالها. تخطف لكم الصوت. ضحكنا عليها ولينا بحالها. هذا هي اللي ضحك للصالح، لا ضحك للسارح. والله العظيم لا ضحكنا عليها. ضحكتوا عليها؟ ضحكنا عليها. ولا السارح لا ضحك للسارح. هي هذيك طرات عندنا احنا، هذه طرات عندي. هذه وتقول واحد بقى يدوي. والو. والو. دوي مع صاحبك حدا في وذنه وما يسمعكش. هي ساطر. من ناش هادشي دابا؟ ومن الله. كل شيء من الله. ضحكتوا عليها انتم تبلاو. اصدق ربي تحنا دايرنا تحنا بححنا. وليتوا كلكم بح. وقلت لك راه حلاقنا راه بحال القصب ولينا ما بقيناش قادرين ندويو. والو. والو تقول واحد ديك القو. خلصتنا وكاك الله وتقولنا مرحبا بكم. مرحبا بكم. وانت اش غادي تقول؟ في الغنى في الغنى كي غادي تقول؟ وانت ما بقيناش نغني وكاع ولينا نشوه بعضياتنا الخبط اللي كاين. الخبط. الضرب. الضرب اللي كاين. ودي ساعتي راه كلشي من الله. كيفاش قرقر هذاك السيد اللي بغى يمشي للحج؟ قال سيدي الوليدات وعدوا شي ولاد صالحين، قال له وليدي غادي تمشيو معايا الان بثلاثه للحج. قال لي وما سيدي ناقص واحد. قال له با انا نعفيني العام، باقي شويه راسي صايغ عليا. باقي طيش. باقي طيش. زيد والحج كيبغي المعقول. والحج راه تيبغي المعقول. با لا لا سيروا انتوما خلوني انا من بعد. مشاو سيد النبي صلى الله عليه وسلم زاروا جواك العام، داروا الموسم ديالهم. العام الاخر مشاو الحج جاروا بن عموها في الدوار. هو غادي الحج. غادي الحج. زيد دمع اولاد ولا ما؟ لا مشاو بوحده. زيد جبت شباركة واحد ربعة الملايين، قال له شوف سيدي خذ هذا ربعة الملايين خليها عندك انا مزوقفك لين تحتاج المراق. الفلوس اعطيها منهم ولا لا خاص ولادي شي حاجة اعطيهم تنجي. هذيك الساعة كانوا بنادم يمشي بزاف حتى يمشي سبع شهور. سبع شهور وتا العام. ها ترى كان اللي كيطلق المراه يرجع عادي عقله. العام سيدي راك عارف اللي كاين. زيد راك وتخير الله ايام. يا سيدي اجا خارك الحاج الراجل مال المراه ما لحقت عنده لا مقاس لا فلوس لا والو. قال له ذيك الامانه اللي عندك دوز على سبع ايام. قال له صيفط لي هذيك الامانه اللي الله مشى للحج. قال الحاج القديم مول الاولاد راه ليا حاطه عنده امانه الله راه ليا الامانه. راه ليا الامانه. بعث منيو اشتي انت؟ قال له ما عقلتش عليها. شنو هو؟ قال له ما عقلتش. امسح السما بليقا. امسح السما بليقا. عيط على ولادو اللي مشاو مع الحج. تعال وليد واش خاك الحاج خلى عندي شي بركه؟ لا با ما شناش. هذا الاول. الاول لا الثاني والو. هو يعيط اخي على ذاك الماء ما حاج ما والو. اوليد خالك الحاج خلى عندي شي حاجه؟ قال لي خزنه تنجي من الحج 4 مليون. قال له 4 مليون. قال له يلا سير سير الحاج جيب حل الصندوق. حل الصندوق جاب لي 4 مليون واضرب واحد 10 متر ولا هكاك. شكون هذا اللي ضرب 4؟ الحاج مول 4 مليون اللي غادي بها مول الفلوس. مول الفلوس. قالوا نار يكون حجوا كلهم والله لا ديت ريال. نار يكون حجوا كلهم والله لا ديت ريال. دار الله هذاك ما حشدش هذا معقوله. قول لي دابا والحج ديال المعقول خصو كي خصو يكون؟ والحج راه فرض راه خاص بنادم الحجيتي راه ما خاصك تبقى تبيع وتشري. ما بقيتي تكذب. ما بقيتي لا مقابل لا ديال الله. هذا الحج ديال بصح. هذا الحج ديال بصح. وكون كان حج هذا ديال بصح هذا ديال مول المنيو خلى عدو 4 يلقى 4 يلقى 4 ولا يلقى 4 ويزيدوا مازال يلقى 4 ويقول له هاك هالبركه ديالك والله يعطيك الصحه الله يعزك خليتي هالبركه لوليداتك ورانا رد بالي ليهم لا تخصهم شي حاجه راه كنت نعطيهم راه غنعطيهم وليداتك راه قابلناهم تجي قابلناهم ما خسرناش من عندنا. كون كان حاج معقول راه خسرنا من عندنا بغيناش نخسروا من عندك ما تضحكش. ورا ولادك راه بقينا مقابلين. هذا الحاج ديال بصح. هذا الحجاج ديال بصح. ديال بصح. وما هادو؟ اي هاي. هادو حجاج ديال الهندي. العزري هذا هذا تسمى الحاج العزري. كيفاش الحاج العزري؟ ايوه هو هذا بارك يخرط. كيفرط؟ هو يخرط. الحاج والفراج والعجاج. وما هادو؟ هما هادو. هما الحاج ديال بصح برا عليهم. الله الله يهديك الله يهديك راه معروف. الحاج مسكين اي نور.
اللي شتي عينور راه حاج بصح، واللي شتي عيتكوف راه ماهوش حاج. الحاج راه ما تيبقاش يبيع ويشري اولا. علاش؟ هو راه غادي لا بدا يكذب، شكون اللي بيع ويشري ما يكذبش؟ هو شارع الناس اللي كيبيعوا شنو ما يبغيوش ليه. خاصو تيقول عطوني 16000، لا قال عطوني 12000، ما يبغيوش يشري من عنده. خاصو يزيد 4000 ولا يزيد مليون ولا يزيد 100 عاد يشري من عنده. وتبارك الله على قرقر. والله شكرا على الانتباه. ان شاء الله تعج. ان شاء الله ان شاء الله. احنا وانتوما وامتنا محمد. ويني ما اديش 4 مليون. لا نديها. قدم لكم برنامج